محمد حمائي حبيبي عم بودكاست بيك تايم. الجمهور بالنسبة للفنان هو أعز ضيف، بحضر أحضر 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 وقول لك اتفضل تعال أسمع. أنا تعبت لمين؟ لإرضائك. أنا بحبش نفسي، أنا ما ببسطش لما حد ينتقدني، أصل أنا بحب نفسي أوي. لو هو طبعا إحنا نجيب له ليمون نعناع. أحلى حاجة فيك عارف بقالها كام سنة؟ 18 سنة. بيك تايم بودكاست الليلة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت بغداد على أم بي سي العراق وشاهد. رمضان يجمعنا.